يقول يا حسرة على مزوي في الدنيا وخرجت عمري وضيعته برا. يا حسرة على مزوي في الدنيا فرطت في عمري وضيعت وباطل وضيعت بسمة من كتابي صبايا ونزوي تفقد من اللي كنت اطفل شو زماني كنت مولى عقلية وزاهي في سقري وما عندي مشكل. شو زماني كنت مولى عقلية وزاهي في سقري وما عندي مشكل والمملكة تقار على الدين مبنية متنعم بالحكمة ورزانة العقل وفي مجالس العمدة من كرسية وطايع للشيوخ واهل الفضايل عندي انت يا شيخ ليه المرجعية وصافي مع الناس محبوب عندك. عندي انت يا شيخ ليه المرجعية وصافي مع الناس محبوب عند الكل وطايع الله طايع الوالدية وعايش السلطان أمري معدل متأصم بالنهار ومنك تهرس فيا ويحجب الرحمن محل لا تقبل نمشي بالشارع ودور أسطوري بالآية ودير السنة وفتح الكل كفل. نمشي بالشارع وأسطوري بالآية ودير السنة وفتح الكل كفل وصوري صحيح ما تهزورية حقوية عنده باب فريد مزروع قنابل كرمي وعرضي صالح النقدية وجمع من مقصد يقول السلطة عبتها الدنيا وغرتها بيا ما قريتش حدري شبابي مقبل لحقت ل 17 وزيد شوية هو شوفوا الأيام كيف تتبدل درت أصحاب جديد هدف البدية ومن ثم بديت على صلاتي نتكاسل ومن بكري الحياة مطرق هذه هي العقاب مع العقاب لوعد مع لوعد خذت مرحلة جديدة تبعت هواية ومن يا فربيدي وينصحني طول نفسي وصحابي يتفقوا عليا زاد في قوامهم اللي سيمول نسوا لي نفحات في وسط عضايا حتى وقتي عاد في صالحهم يعمل تصلف الضربة وكانت جوية ومنهار بعفت وبديت المل كشافوا نعيد قلبها برية والراي جيل بكري يتوقف كشافوا نعيد قلبها برية والراي الجيل بكري يتوقف تعلمت بقار وشغل مزية وظل قار ونعض رفيق الأول ومتمة وحد عدت وحدي بالباكية كل يوم في خطوة نهمل قابض القهوة صبحة وعشية نصرف في راس مالي والنسل الدخان تمكن كبرت البلية خطر على خطرة بالنفحة نصدل الدخان تمكن كبرت البلية وخطر على خطرة بالنفحة نصدل من نفحات من تشري بالكمية فتحت في رتبة الحقنة عاقل وهي من التلوس نخلط في الأدوية وعدت عشير الكاس كل يوم في خطوة نهمل طحت في كماش طحت لإمبراطورية سيطر الفلاس على قلبي عاد محتل خسرت ذاك العز وخسرت الشناية وبيدي فتحت في بان الدل سرتك العز خسرت شناية وبيدي فتح في بان الدل بعد حوايج الدار خليتها مخلية وكملت البيوت الجيران ليهم نتسلل للزين والشين واللي تشفايا وتعياس الوالدين فيهم البهدل ندخل إلى عقاب الليل كلش معنية ندخل نقرقب نعطس ونسعل وقادتني الوالدة تستنى فيا ولا تشوف حالتي دمعتها تنزل قادتني الوالدة تستنى فيا ولا تشوف حالتي دمعتها تنزل تبدأ تمتم تكتر في الأدعية وشحال عيال الوالد عليا يهلول مليت للطريق درك الراجع وراقية نوقف من جديد نصدم ونستبسل ونجهد نفسي برادة تورية من قال يتحرر لحياته يسبل يا فهم الكلام فسر معنايا الشاعر يشوف على نفسه يمثل شفت الآلاف راحوا ضاحية كاين اللي مات وكاين اللي هبل تتشرد العائلات وتعاني الدرية وكاين اللي تهز نسج من مسلسل وكاين اللي ما زال راه يسمع فيا وربي يهديكم من قام البطل كاين اللي ما زال راه يسمع فيا وربي يهديكم من قام البطل يا من قادك حالك بدا بالنية والراجل يديري لك العول اخطي الجياح وطريق السية وقدم الاستقالة من درك تعزل اتوحد بالله عالي العليا ومن يهزم ابليس لك هو الابطل من غير الحشيشة مش يدابية الى عوصي وحده يسوي